ابو حاتم لبيت نبي قصه. انا عارف انك مجهز شيله بنور مجهز وايد. نبي قصه. قصه اي ابشر. يقول ابو حاتم لا جانا على المنصه ايوه والكل بص عليه بعينه بصه يروح همه وتروح القصه خصوصا لما منه جاب قصه. هذا شايب عند دبله ومعه وليد ابو 12 سنه ويوم جاء بعد العصر والوليد يبعد عنه شويه يدور له ياجر ولا ضب يصطاده ويشتويه. المهم في اثناء مشيه طبعا تقريبا حوالي كيلو عن ابوه وابوه في اخر البل هو في يمين البل تقريبا حوالي كيلو يمشي له والله ذيك الشنطه الصغيره اللي مليانه ذهب ما شاء الله. اي والله والله وشوي اللي والله ذاك راعى الذلول اللي ناصيه ويوم وصله السلام عليكم. عليكم السلام. والله انا غادي لي شنطة فيها ذهب ما شفتها يا وليدي. ابو 12 سنه تقريبا. قال وش صافها؟ قالوا صافها كذا كذا كذا. قال نعم هذه موجوده. فاعطاه اياه وراح راعيها في حال سبيله. يوم قف راع الذلول وشايبه يجي قال وش عنده راع الذلول اللي جاكم؟ قال والله سالفه كذا وكذا وكذا. قال ليه تعطيه اياه؟ ليش ما اعطيتناها يا ابوك وخليتنا نستفيد منها؟ قام وعطاه كف ضربه. اها طق الولد. طق الولد. ايه ليش يعني تعطيها؟ كان خليتها وحنا نستفيد منها. قال يا ابوي الرجال جاني وعطاني اوصاف الشنطه وطلعت هي الشنطه هذه اللي موجوده معي واعطيت هي وهي له يعني صعب اني اجحدها. الولد اضمر في خاطره انه يسافر. يوم جاء بعد العشاء صح امه وقال يوم امتي جهزي لي شو اسمه اغراضي وهذا ولمت اغراضي في بقشه نسميها بقشه اللي هي مربوطه. مشى الولد. يوم خذ له مسافه الا والله هاك السياره ويشر لها معك فلوس يا ولدي معك شيء؟ قال والله ما معي فلوس ما معي ولا ريال ولكن بخدمكم انا بخدمكم في اللي تبونه. جميل. يقول ميد راع السياره اللي يسوق. قال والله دام انك تبي تخدمنا يا ابوك اركب في السله. وين انتم رايحين؟ قال والله رايحين جهه العراق. مشوا يوم اقبلوا العراق وقفوا وقالوا حنا يعني انتهت يعني مهمتنا. إن كان أنت تبي تروح للعراق فعلى كيفك. قال لا بالله أنا بروح للعراق أنا مواصل للعراق. شوية إلا والله اللي قاله قافلة أهل إبل. يا الربع رايحين للعراق؟ قال الله الله رايحين للعراق. قال أبي خويكم. قالوا معك فلوس معك شيء؟ ما قال والله ما معي شيء ولكن أبى أساعدكم أبى أساعدكم أخدمكم اللي تبونه مني اخدمكم فيه. والله هذا هو يخدم خوياه لين وصلوا العراق. يوم وصلوا العراق فمان الله يا خوياي. والله ينحر له ذاك رعى الدكان. السلام عليكم. عليكم السلام. انا ادور شغل. قال رعى الدكان وش رايك تصير حمالي؟ عندي عمال وتصير حمالي معهم. قال ابد مره أهم شيء إني ألقى لي عيشة. قال أبد لك راتب ولك معيشة من عندنا لك غدا وفطور وغدا وعشاء مرة وراتب. يوم خذا طبعا راتب ويوم خذا يمكن شهرين وثلاثة أعجب فيها الشايب. قال وش رايك تصير رئيس الحمالين؟
أنت الآن تجاوزت الاختبار، خلك يعني المشرف على الحمالين. فصار المشرف على الحمالين فترة، قال لا يا ولدي هالحين أبغاك تمسك الدكان متميز. نعم إيه الولد ما شاء الله، فقال أبغاك تمسك تجرد الحسابات. صار الولد مبدع، مضت 5 سنين والشايب ولاها الجمل بما حمل. قال أبد أنت مرة تنوب عني. يوم زال 5 سنين قال والله يا أبوك أنا عندي بنت اللي غالية ولا عندي إلا بنت وحدة وأبيك تزوجها، عندك مانع؟ قال لا والله ما عندي مانع. قال أجل توكلنا على الله. تزوج البنت هذه وكل ما دخل عليها ينظر في زاوية من زاويتها ويبتي الغرفة. مر شهر شهرين قالت يا أبويا زوج فلان كل ما دخل علي راح ينظر في الزاوية الفلانية ويبتي، ما إيش السالفة؟ فقال أنا أبي أسأله. قام وسأله. في البداية كان يعني رافض أنه يعلم عمه، إلا أنها صر عليه. قال والله يا عمي صراحة أنا أنظر إلى شنطة صغيرة في الزاوية وفيها ذهب، فذكرتني بسالفة كل ما أذكرها أبتي. قال وش السالفة ذي اللي تذكر بها تذكرك بها الشنطة ذي؟ علمها بالقصة. قال أني يعني يوم من الأيام وأنا كنت أنا أبوي عند الإبل وعطاها القصة، وبعد صلاة العصر صار كذا وكذا. قال وش دراك إنها أنا يا عمك أنا؟ قال بالله، قال والله إنها أنا اللي صاحب الشنطة وأنا اللي جيتك هذا. ما شاء الله. وهذه الشنطة الآن نبي نزودها ذهب ونبي نشتري لك ذلولين أنت وزوجتك ونحملها من عام الله سبحانه وتعالى، وخذ الشنطة ذي وعليها دبل ذهب وعطها أبوك هدية. الآن ما عاد في سرقة، الآن عطها أبوك هدية وقل هذه يا أبويا الشنطة اللي بسببها تغربت عنك تقريبا 5 سنين أو 6 سنين، وعطها إياها هدية. فمشى الولد هو يا زوجته على كل على ذلوله، وجو أبوه في ناحية نجد هنا وسلم عليه واستقبله وقال يا ولدي وين سنينك؟ قال والله قصة كذا وكذا. قال أنا والله إني يوم ضربتك إنك تحسفت ودريت إنك بتروح، صراحة دريت إنك بتروح بتمشي من عندي، بس متى ما أدري، ولكن يوم أصبحت إلا والله تعلمني أمك ودعيت لك قلت الله يستر عليه، ولا كان ما ودي إنك رحت وأنا أبوك بهالطريقة. قال والله يا ابن حان أنت زعلتني، أعطيتني كف وزعلتني صراحة. الله يبيض وجهك. وشنطة الذهب اللي تخبر جاء الرجال وخذاها أبشر بها وفيها ذهب دبل حلال، ما عاد وهي حلال، والآن حلال انزلال عليك يا أبوي. سبحان الله العظيم، يعني سبحان الله أتت لها حلال بدل ما ياخذها حرام. يا سلام يا سلام. الشنطه ايش كان لونها اللي والله يقولون اشد عنها نووي حسين ربي، يقول الرصاصيه رصاصيه. محمد ابو حاتم راح وعود على الشنطه، ثم راح وعود على الشنطه، ثم راح وعود على الشنطه. لا يكون انت اللي لاقي الشنطه والله. لا تقول له خير في قصيده ايش رايك خلاص يعني جميع كذا ما ساكن لك يلا انا مشكلتي اني حياوي ما اقدر اقول شيء. لا 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 ابدا ابدا ابدا.